أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: نحن شباب مقيمون في إحدى الدول الأوروبية، وقد أفتانا بعض الناس بأنه يجب علينا أن نحب رئيسنا الذي يحكم تلك البلاد مع أنه كافر، وقال تحبونه محبة طبيعية، فما صحة هذا القول؟ هذا كلام فاضي، هذا من التولي، هذا من الموالاة. لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر، حتى ولو أحسن إليه الكافر لا يحبه، وإنما يكافئه مكافأة فقط، يكافئه مكافأة على إحسانه، لكن لا يحبه بقلب. ولذلك الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به من باب المكافأة، ولا يحبه في قلبه، فيكرهه لكفره ويبر به لأنه والد له وله حق عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.